بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم عن أهم الوظائف التي تؤديها الدهون في الجسم، وهي تعتبر من مصدر لإنتاج الطاقة، كلنا نعرف هذا الكلام. طبعا تدخل الدهون مع البروتينات في تركيب الغشاء الخلوي والشبكة الإندوبلازمية والميتوكوندريا أيضا إلى آخره، ويمكن تخزين الفائض من الدهون في مناطق خاصة في الجسم لاستخدامها وقت الحاجة إليها. أيضا ملء الفراغات الموجودة بين أعضاء الجسم، ومن ثم تعمل كوسادة لها، يعني تحمي الأعضاء لها، وتقوم بحمل الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل A و D و A و E و K. أيضا يوجد جزء من الدهون في الجسم تحت الجلد، لذا تعمل كمادة عازلة تمنع فقد حرارة الجسم عن طريق الإشعاع والتوصيل، وبالتالي فهي تساعد على استدامة الاتزان الداخلي البيولوجي للجسم، وأيضا تعمل على اتزان درجة حرارة الجسم. أتمنى أنكم عرفتوا وظائف الدهون، هذا أهم الوظائف الموجودة حتى الآن. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعد الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس لاحق.